وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور خضر، تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير والقيادة السياسية والشعب المصري العظيم بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. دكتور خضر، يعني نتحدث عن جهود الدولة خلال السنوات الفائتة القليلة، 8 سنوات من جهود متواصلة لتحقيق التنمية في سيناء. كيف تقيم وترى جهود الدولة خلال هذه الفترة؟ في الحقيقة الدولة المصرية بتسعى إلى توسيع الأفاق الاستثمارية خاصة في شبه جزيرة سيناء. طبعا سيناء أرى أنها هي بوابة الاستثمارات المستقبلية لما تتمتع به من موارد طبيعية، طبعا تلك الموارد مهمة جدا، أيضا تتمتع بعملية وهي عملية مهمة، عملية الأمن والاستقرار السياسي والاستقرار الداخلي. فبالتالي الدولة المصرية ترى أن سيناء هي قاطرة الاستثمارات، وهناك حوافز عديدة تقدمها الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات، خصوصا لدينا العديد من القطاعات، قطاع البترول طبعا في البحر الأحمر، وده هناك توسعات كبيرة جدا، أيضا قطاع السياحة، ولدينا سياحة مهمة جدا سواء في شمال سيناء أو جنوب سيناء، القطاع الزراعي، وده هيكون ليه دور مهم جدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة طبعا في ظل الأزمات اللي بيشهدها العالم. فأرى أن سيناء الدولة تولي اهتمام بالغ بالاهتمام بها، لأنها لديها العديد من العوامل الطبيعية، ولديها عوامل أخرى تاريخية أيضا جاذبة للاستثمارات في الفترة المقبلة. دكتور خضر، تعمير سيناء يكون بالبشر، كيف يعني يمكن تحفيز المواطنين وأهم المحفزات للمواطنين للانتقال والإقامة وتعمير منطقة سيناء؟ هو طبعا الاستثمار في البشر مهم جدا، والقيادة السياسية بتولي اهتمام طبعا بالاستثمار لأنه هو شريك أساسي في العملية الإنتاجية. وأرى أن الدولة بتسعى لتقديم الحوافز في العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة في سيناء طبعا، وخصوصا في توسعة الأراضي الزراعية طبعا، وده بيساعد على الاستقطاب للموارد البشرية للاستفادة من تعمير سيناء طبعا، لأن الفترة السابقة كان هناك طبعا يمكن حرب الاستنزاف في سيناء، حرب الإرهاب، ودي استنزفت طبعا موارد الدولة الاقتصادية بشكل كبير، ولكن سيناء حاليا بتشهد الاستقرار الكامل للتعمير وجذب مزيد من الاستثمارات، وإن شاء الله الفترة القادمة ستشهد استثمارات ضخمة على مستوى جميع القطاعات في سيناء، وأرى أنها ستكون بإذن الله جاذبة للسكان والشباب في الفترة المقبلة. أشكرك جزيل الشكر دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي.